انا ما عرا كل شتن يعني اوانا سي جن جن نتحاج الطمغار يعني يجو مزروي يبغى مرد خمي نقارش ديك اللي سن نقار خمزرو يعني غير استيطاوين دايتين نزاريث نتعيش دايس من تف مثلا جن الفيترينا خاصة التمنيات ما عرا وش حال انواع التمنيات زي قديم ثنين تخزاه دايس انت في تما توانسرا خاصة نوار نزارين انت فيني مثلا الوثائق ذي ديرة يمكن تنظن غانف انت في اللي صندوق ديما انت في التحف يعني المعروضه الطوموبيلات مثلا زقين هامي بعض الطوموبيلات وقاعد كيس ذي مصرين ماكينه صوا زقين هامي ضهاند مثلا انت في العشرينات الثلاثينات الاربعينات تسد مثلا مجال الضرديه والبطريه الارث الموسيقى وزون نفس يعني الاوان شو ندوذرين حوايج ندراخ حوايج يمسرين نروح الحانوت ورودي زيت المناضة تقديمين وما راه مالني قالت الشام غير الصورة تصنعش الصورة خبز رويا عدن إدغيما وسالية دي جنوة ازاي إذا نحطها كنت نظر خش مسألة تزقوم خصوصا يعني يودني تهتم الثقافة التراث تري مصالحة جاء التاريخ الذات لأنه التصنيع يودن قنيش نقطع التاريخ نسن ويسين شمين يعني يوقع سجن التغريب يوقع سجن التشريق ولكن من يعني من يجن الناس يجيك سجن قطيع عشان قارس انه رجدودنا غجينا نغطسن حوايج مهمين سوا التص ونتمنى مثلا زي المدارس القن زيارات الجامعات ما مشينا الفنادق الوزاره السياحه تشتغل وزاره الثقافه تشتغل يعني منايا نمشي نسن باللي جروبا تقسم خاص التذاكر 8 10 15 اورو والطوابير يعني لا تحد يعني التزيرارين ما حدا ضوضا الفارجن يجن جزء زميل غاس لي تتي غاس عبد الرزاق عبد القادر البوكيلي يخصا يوثن كي نشطن كي كارا ومزرو يخصا خاص شجعن خاص شجعن ودشي يعني مزرو ودشي هو ماذي غادي كتوبه وهذه غادي من قناة اكاديمي وها بل وخا المتاحف شي حاجه مهمه بزاف لان انت تجسد متحف جسد مزروع جسد الذاكره جسد الشعوب مسرايين ملموسين نزارين نصيطاون ونتحاذي
أتصن يودان إدي تسن أتزارن وتسارن ذي أسالية زي المغرب ورزيث موران بارات سجان وتسنن أقلن تسنى دوم زروي التغرما نويدوذن إدي سيجان ويتغيما أسالية زمارة دي سويزاد قيارو ساري وزيس ذي ثيومين تمواط ذي مزداغ إدي يجا والحمد لله قال المشروع قي نجح تزن يودان زي بارا زي أوروبا زي إفريقيا زي أمريكان زي الخليج عاودينا المغرب صحاب المغرب تاسن دانيتين والحمد لله قال نقدا اللهم لك الحمد تسعته نفذ غير المتحف وحدس يمغار الطاس المتحف ذيس ذي المعروضات ذي مسرين دي تعرض الطاس على من ناحيه النوع على من ناحيه ما مشي ستف مش صاصن ذي مسرين انت في جمشان مثلا خاص الطوموبيلات مشى يجرن صناره ديال واد مجلات مشى يجرن بشكلايت مشى الموتوان مشى المصريين دوذرين المصريين دي قديمين سواء المصريين دراخت ولا ثاني كنت زدند ولا دي غلايين دي بعد السواني كذا الى اخره ولا دي المصريين ندات سكورشي وانت دايس نشين دوانس قبلت هذا حسابي تقاديج المتحف وانت دايس نيل المتاحف نعبد رزاق الوكيلي اذن ولي كيف نص الدور تكمارس يعني غير كتبة ثاني ثاني سلك سوا ورن ثاني ثين ستوحة في سمة الناس تخزع ذيس فهمت يعني بنادم من يرزو يتدقم زروي يقعد الكتاب يقعد الوثيقة يقعد كذا يتز داني ثين زارورة التوحف اللي ميختو غير قرار مطرد يتفت الزس يتخزع ذيس يعني ثاني سيخ في الناس يعني تساهم انه تكون الصورة النيخي وذا ما مش تغطي عيشن قيشن الوقت فهمت وتغمي تاع قال خاصك طايب كي تهضر غير دير الكتاب وانا غير دير فيديو ني غير ريبورتاج اي ثباب وسالي تورن كين تيزمار تيم قرانين ادايس وسيتي من زم دبارن ادا سارن ثينيث وزيس السمغار حما دي قيم دي جنت فاوت انتو سنادو مزرو التغرمة دي دريوش ذا الريف من يوم خبري عاكي جان باش اساليا اذي توسن رذنتا عاصفير الشنعات وذي قيم إيمون ذيس وقريا نثو غرما ذو مزروي التوسنا الحمد لله المشاكل أخواخب والمشاكل يودان تاسن تاسن خزاني تان مجانا فأنا شوية خسان شوية شي حاجة الدعم معنوي شي حاجة الدعم معنوي أي نيوها ما الحمد لله كل شيء قد مليح تساعدته اللهم لك الحمد نزو نسمرا إن شاء الله وني تقولي غيري متحف يعني زمارة خسنيني مشروع أدات نيودان أنسمع إن شاء الله نسمو إن شاء الله مارة تمسرين تقديمين وجدت موبيلات وهاني يعني أي حاجة قديمة مادية وكذلك معنوية فما مش تسمي عريف قيجن طمع تقديم غس التص مواريد من أشياء مادية ومعنوية وغس يجن الحضارة تقديم الحمد لله قرص الأخوين عبد القادر عبد الرزاق بوكيلي يعني مجهود جبار يجن الاستنزاف ضم قرن لا مادي لا فكري ما حدا تسقى لي جم متحف موينتتي يعني يجن الحاج الصباح ونتمنى غاسيري يجن يعني يجن تنشيط ذي السياحه لانه التصين يوضن عاد واسين مشانا باللي غنغدي جم متحف تمني الفنادق المصنفه تستقبل السياح زي برا تقدم من بين المنتوجات العروض السياحيه تقدم امشانه
قدمنا مشانا يجد المتحف لانه يستهجن لانه المتحف هو انت يمكن وثتي في شحتة اوروبا. فارخون رخون شين بقيت نطلبوا الله هذه القمه مني هذه يستمر خصنا شويه الدعم قلنا شات جينا شويه الدعم معنوي على حساب باش نحافظ باش هذا نحافظ خطو حافها غنخدانيتين وان شاء الله ان شاء الله كل شيء مليح ديري ان شاء الله تيذت اسلايا دي جنوا قرا دمقران تسند ونزروي الطغرمه يمرسوني ذوزرين طغرمان ويذوذن تذات اثارس ما مش ذات الجام ثبرتن أيث بابين السداراغي يوغدان داسن أتزارن من زي زمارن ذي سفن من وسين تسنى ذو مزروي الضغرمان تمواثنسن ذد دونشت من تبرت إذ زمادة تسوضد إم دبارن ورا مارا إغز دي ساني جي تاران ثينيث إم ريجان الضغرما تسنى ذو مزروي ورا إني تاران ثينيث إيار وسالي عن غذي المغرب رسالة إيغان نسيوضي المسؤولين إصحاب المتاحف الحمد لله أخسنا شوين تشجيعوها ما كل شيء موجود نشي ماني ما نروح الحمد لله تساعد كيد ناخذ الجمعيات نخشان تحاجت مالا انت شارت حاجت الحمد لله كوكي لا السلطه ولا اصحاب المتاحف ولا الحمد لله تساعدت اللهم لك الحمد. فالحمد لله غنغريف معروف في جن الثقافه والحضاره تقديمت وان شاء الله المتحف هذه ساهم دي السياحه المحليه وكذلك ميميله الوطنيه قاع ونظن إن شاء الله يعني دي التنمية الثقافية وكذلك الحضارية إن شاء الله دابا تخصص السوضة هو المتاحف هنا عقل بني وكيل يعني جن تجربة الصباح الطاس ذاك ستوحف بزاف ذاك يمكن تطج المرحلة التاريخية المغاب بزاف وذاك سيجن التنوع وذاك سيجن التنظيم كل حاجة وحدث وأول حاجة أنه تشجع عاوز الميغا تجي الإمكانيات أذقن أتبع أضفع التجربة هي أذقن تنظن كموخن كاع يمكن وخذي وذان انه هو داسنا ديك الزياره المتحف هو غاتسنن غاتسنن غاتزان من دايس هذا السران تبارك الله زعما هذا الشيء المصريين وزي السخيد زي السخيد واخا قاش نسيت نزران السار ديسن مارا ومن عاد ونسخينو يا السنين زي السار مشي ديتي انت في العرض الحمد لله تقدمنا نخث يعني مشكورين الاخوين باطر بالمجان وزائد تكرمنا نخش مارا تكرمنا نخ ومع ذلك يعني تتار أذيري أمشنا غاسج الإشعاع ونتمنى زي الإعلام أذي سهم قوم شانا ما حدا دسيوش يجن إشعاع أدسني وذن أتعرفن سل إيرثنسن ضطورثنسن يجن تونقين تنتو السنة ذو مزروي التغرمة نوي ذوذن أما جدي سنتا في جوغز ديس نتو السنة ذو مزروي التغرمة إما زيغان ذي ياريف إتغيمان أسالي إزمار أذي مر وذي سشن ثو السنة ذو مزروي التغرمة إين إواتي السينن أما جدي زمار أذي سويزة ديار وساري ذا ثيومين طموعث